السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على درس ضمن دروس la conjugaison وهو le verbe faire. Le verbe faire. فهذا الفعل يجب عليكم معرفته لأنه يستعمل كثيرا في الكلام بالفرنسية. وle verbe faire ليس كباقي الأفعال لأن ليس لديه معنى واحد بل لديه معاني كثيرة ويستعمل بأشكال مختلفة في اللغة الفرنسية وهذا سوف يتبين لكم في الاكزرسيس أو التمرين الذي سنقوم به في آخر الحصة ولكن le verbe faire لديه نفس التصريف مع أنه لديه أشكال مختلفة لكن la conjugaison تاعو ليست مختلفة يعني لديه نفس التصريف أو la même conjugaison في جميع حالاته ففي هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على لا كونجوغيزون تاع لو فيرب فير او بريزون يعني في الحاضر او باسي كومبوزي في الماضي او فيتور يعني في المستقبل وايضا لو فيرب فير سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار يعني اذا صرفنا لو فيرب فير في الماضي يعني في لو باسي كومبوزي فمساعد الفعل اللي كيكون هو avoir يعني l'auxiliaire avoir donc باش نكونجوغيو لو فيرب فير في لو باسي كومبوزي كنحتاجو l'auxiliaire avoir باش يساعدنا على التصريف نتاع الفعل يعني l'auxiliaire avoir اللي هو j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont donc هذا هو l'auxiliaire avoir او لو فيرب فير est un verbe du troisième groupe فكما تعلمون في اللغه الفرنسيه عندنا ثلاث مجموعات ديال الافعال دونك كاينه المجموعه الاولى اللي هي بروميير غروب المجموعه الثانيه دوزيام غروب المجموعه الثالثه ترويزيام غروب فلو فيرب فير كينتمي للمجموعه الثالثه او ترويزيام غروب فالان مرو نتعرفوا على لا كونجوغيزون تاع هاد لو فيرب فلو فيرب فير او بريزون يعني التصريف نتاع لو فيرب فير في الحاضر هو كالتالي جو في Je fais. Tu fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. Nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Ils font. Elles font. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. فأول ملاحظة فنو ما كنقولوش ne faisons مع أنه كتكتب AI يعني F AI كتقرا fait nous faisons ولكن كنطقوها ب E nous faisons nous faisons هنا ما كايناش شي قاعدة ولكن le verbe faire فنو كيتقرا nous faisons مع أنه كيتكتب AI وبالنسبة ل vous كتقرا vous faites vous D'accord يعني هنا في لا كونجوغيزون تاع لي فيرب بالفرنسيه ما عندهمش قاعده خاصه يعني علاش درنا اي علاش درنا اي اس علاش نو كي خصنا نحفظوا لا كونجوغيزون كيف هي داكور دونك نحفظوا لا كونجوغيزون عن ظهر قلب كيف ما محطوطه دونك جو في اف اي اس tu fais اف اي اس il fait اف اي تي nous faisons a i s o n s vous faites a i t e s Ils font F-O-N-T. Donc, il y a la conjugaison tu as le verbe faire au présent. فهنا le verbe faire فغالب في الأحيان كيعني فعل يفعل يفعل. إلا قلنا je fais كتعني أنا أفعل. Je fais أنا أفعل. Tu fais أنت تفعل أو أنت تفعلين. Il fait هو يفعل. Elle fait هي تفعل. Nous faisons, نحن نفعل. Vous faites, أنتم تفعلون. Ils font, هم يفعلون. Elles font, هن يفعلن. فهذا بخصوص le verbe faire au présent. دابا نمرو نتعرفو على le verbe faire mais au passé composé. يعني في الماضي. فالتصريف نتاعو هو كالتالي. J'ai fait. J'ai fait. فكيف قلت سابقا le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc j'ai fait l'auxiliaire avoir plus le verbe faire. Donc j'ai fait, tu as fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, nous avons fait,
Nous avons fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Ils ont fait. Elles ont fait. Donc, elle dit, il y a la conjugaison تاع le verbe faire au passé composé, yani, في الماضي. فدائما, la conjugaison تاع أي verbe, le passé composé, c'est qu'il يكون l'auxiliaire, تبعو, participe passé. Donc, هنا, بالنسبة لهاد الفعل, فا كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. Les OG, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ou كنزيدو عليه fait. D'accord? نتمنى يكون واضح ليكم. فهنا, j'ai fait. كتعني, انا فعلت. يعني, في الماضي, انا فعلت. Tu as fait. أنت فعلت. فعلت أو أنت فعلتي. Il a fait. هو فعل. Elle a fait. هي فعلت. Nous avons fait. نحن فعلنا. Vous avez fait. أنتم فعلتم. Ils ont fait. هم فعلوا. Elles ont fait. هن فعلنا. يعني في الماضي. D'accord, نتمنى يكون واضح ليكم بالنسبه لو فيرب فير او باسي كومبوزي. دابا نمروا نتعرفوا على لو فيرب فير او فيتور، يعني في المستقبل. لو فيرب فير او فيتور، لا كونجوغيزون تاعو هي كالتالي: je ferai. Je ferai. Tu feras. Tu feras. Il fera. Elle fera. Nous ferons, nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. Je ferai, فهنا la terminaison هي AI, tu feras la terminaison AS, il fera ARA, nous ferons ONS, vous ferez EZ, ils feront ONT. فهنا بالنسبة لا كونجوغيزون تاع لو فيرب فير، فعوض أي كنعملو أو، أو فغي، فغي، كنعوضو أي بأو، داكوغ، نتمنى يكون واضح ليكم. بالنسبة جو فغي، تعني أنا سأفعل أو سوف أفعل، هنا عندي المستقبل، فيتور. جو فغي، سأفعل، تو فغا، أنت ستفعل أو أنت ستفعلين. Il fera, هو سيفعل أو سوف يفعل. Elle fera, هي سوف تفعل. Nous ferons, نحن سوف نفعل. Vous ferez, أنتم سوف تفعلون. Ils feront, هم سيفعلون. Elles feront, هن سيفعلن. فدابا ان شاء الله غنمروا نقوموا باكزيرسيس باش توضح لكم مزيان الاستعمالات المختلفه نتاع لو فيرب فير. فاولا غنقراو لي فراز. Les élèves leur devoir. Les élèves يعني التلاميذ leur devoir واجباتهم. Hier البارحه او امس nous نحن une surprise à notre père. Une surprise مفاجأة à notre père لأبينا. Qu'est-ce que تعني ماذا أو ما الذي. Qu'est-ce que. Demain nous un tour en bateau. Demain غدا nous نحن un tour en bateau يعني جولة بالقارب. جولة بالقارب. Chaque samedi كل سبت je أنا أن جاتو أو بوم. أن جاتو أو بوم يعني كعكة بالتفاح أو كعكة التفاح. لا سيمين دغنيير الأسبوع الماضي علي أن إكسيلون ترافاي يعني عمل ممتاز أو عمل جيد. لو موا بروشان في الشهر القادم فو أنتم أن فواياج أ باري يعني رحلة إلى باريس. فدابا المطلوب منكم هو تملؤوا هاد الفراغات بلو فيرب فير. فوقفوا لا فيديو قوموا بانجاز ليكزيرسيس ورجعوا معنا باش نصحوه. فدابا نصحوا ليكزيرسيس. فالجمله الاولى لي زيليف لور ترافاي. فهنا لي زيليف بما انهم فهنا لي زيليف كيعوضوا ليا لو برونون بيرسونيل اي اللي هو بلوريال لانه لي زيليف بلوريال يعني جمع عندي التلاميذ فغنعوضهم بلو برونون بيرسونيل اي اللي حتى هو بلوريال. Ils ou bien les élèves
leur devoir, le verbe faire, le présent, مع il, qui يعطينا font. Les élèves font leur devoir. يعني التلاميذ يقومون بواجباتهم. فهنا le verbe faire, المعنى نتاعه هو يقوم في هذه الجملة. Hier, البارحة أو أمس. فهنا مجرد ما نشوف الجملة hier فغنعرف أنه le verbe faire غيكون في le passé composé لأنه عندي hier يعني الماضي أمس أو البارحة. Hier, nous, une surprise de notre père. فعندي le verbe faire في le passé composé مع nous. فقلنا كنديرو l'auxiliaire avoir plus fait. Donc nous avons fait. Hier, nous avons fait une surprise à notre père. يعني بالأمس أو البارحة قمنا بعمل مفاجأة لأبينا أو قدمنا مفاجأة لأبينا. Donc hier, nous avons fait une surprise à notre père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? فأنا عندي le verbe faire مع tu qui يعطينا fait. Qu'est-ce que tu fais? ماذا تفعل أو ماذا تصنع? Qu'est-ce que tu fais? فهنا le verbe faire عندنا ليا يا اما تفعل او تصنع ماذا تفعل او ماذا تصنع. demain غدا فهنا بمجرد ما نشوف demain في لا فراز يعني le verbe faire غيكون في لو فيتور المستقبل حيت عندي demain غدا. demain nous entourons bateau فقلنا يا صرفنا le verbe faire في لو فيتور مع nous كيعطينا nous ferons demain nous ferons un tour en bateau. Chaque samedi, je un gâteau au pain. Donc chaque samedi, kulla yom sabt ou kulla sabt, je. Donc le verbe faire, mais je, le présent, wa, je fais. Donc chaque samedi, je fais un gâteau au pain. Kulla sabt aqumu bi sun' kakat tuffah. Ou kulla sabt asna'u kakat tuffah. La semaine dernière, Ali. دونك مجرد ما نشوف لا سيمين ديغنيير الاسبوع الماضي غنعرف على انه لو فيرب فير غيتصرف في لو باسي كومبوزي. دونك علي فقلنا لو فيرب فير في لو باسي كومبوزي هو لوكسيليير افوار بلس في علي ا في فهنا علي كيعوض ليا لو برونون بيرسونيل اي اللي هو سينغولي او مفرد. دونك علي ا في ان اكسيلون ترافاي. الاسبوع الماضي قام علي بعمل رائع. الأسبوع الماضي قام علي بعمل رائع. فأنا لو فيرب فير عندنا ليا قام. لو موا بروشان الشهر المقبل فو ان فواياج ا باري. فهنا بما أنه عندي لو موا بروشان أو الشهر المقبل فلو فيرب فير غيكون في لو فيتور أو المستقبل. دونك فلا كونجوغيزون تاع لو فيرب فير غتكون في لو فيتور. دونك لو فيرب فير إلا كونجوغيناه مع فو في لو فيتور كيعطينا فو فيغي. Vous ferez le mois prochain, vous ferez un voyage à Paris. شهر المقبل أو الشهر القادم سوف نقوم برحلة إلى باريس. سوف نقوم برحلة أو سنقوم برحلة إلى باريس. فنتمنى يكون واضح لكم وتكونوا فهمتم مزيان le verbe faire ويكون هذا الاكزيرسيس صحيح عندكم. فكيف قلنا سابقا انه لو فيرب فير عنده بزاف الاستعمالات فممكن انه يعني ليا يقوم يفعل يجعل يصنع ينجز فعنده استعمالات مختلفه ولكن التصريف نتاعو او لا كونجوغيزون نتاعو لا تختلف يعني عنده لا ميم كونجوغيزون او نفس التصريف. ففي هذه الحصه تعرفنا على لو فيرب فير في لو بريزون في لو باسي كومبوزي او فيتور. كنتمنى تحفظوا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب فير عن ظهر قلب. كيف قلت سابقا لا كونجوغيزون ما فيهاش الفهامه ولكن فيها الحفاظه كي خصها تحفظ مزيان عن ظهر قلب. فاذا ما استطعتوش انكم تحفظوا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب فير من المره الاولى فعاودوا الفيديو مرارا وتكرارا حتى تتمكنوا من حفظ لا كونجوغيزون تاع هذا لو فيرب. ونتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. فنتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.